بسم الله الرحمن الرحيم، يوم جديد وأمسية متجددة وحلقة جديدة في برنامج كرتنا على فضائية السودان الآن 24 في جميع امتداد بسنا في هذا الكون العريض. تحية الحب والاحترام والتقدير والمعزة الخالصة، كل هذه المعاني الجميلة ندوزنها لكم من هذه البقعة الطاهرة، المملكة العربية السعودية، تحديدا الرياض العاصمة التي نبث منها هذه القناة لبرنامج كرتنا لهذا اليوم. قبل أن أنقل هذه المعاني الجميلة كلها، نضيفي داخل الاستوديو ضيفي المحلل والمتابع والراصد، الرجل الناشط في الرياضة المهجرية في السعودية تحديدا في الجالية السودانية، الفاضل حسن. مرحبا بك ضيفا عزيزا في حلقة اليوم. عليك السلام أستاذ مصعب، ومرحب بك والسادة المشاهدين. تحية عبرك كل متابعي فضائية السودان الآن 24 صورة عامة، وصفة خاصة متابعي برنامج كورتنا. نتمنى أنه نقدم حلقة سرة وتفيد المشاهد الكريم إن شاء الله رب. بإذن الله. عبرك التحية للاعب السابق والمدرب الحالي وعضو لجنة التدريب برابط الرياضيين السودانيين بالخارج هنا في الرياض، الناشط والرجل المحلل لبرنامج كرتنا المعروف مدسر محمد علي، مرحبا بك ضيفا عزيزا. مرحبا بك أستاذ مصعب، مرحبا الزميل الرائع الفاضل، وعبرك التحية موصول لكل متابعي برنامج كرتنا وكل مشاهدي فضائية السودان 24 الآن. أتمنى أن نوفق في حلقة اليوم ونقدم ما يفيد الشاهد المشاهدين إن شاء الله. والقطار ينطلق بالعناوين. مرحبتين حبابكم، ومرة ثانية وبإذن الله حلقتنا عامرة وزاخرة بالأحداث الرياضية على مستوى الوطن. هناك المنتخب السوداني المشارك في مونديال العرب رغم النتائج والخيبات، سنعرج بعض المنتخب في محورنا الثاني عن تعادل الأخضر السعودي والمنتخب الفلسطيني وصعود المنتخب المغربي أسود الأطلسي إلى الدور المقبل أو ثمن النهائي، ثم سنتحدث بعدها عن منشط الرياض أو منشط الرياضيين السودانيين هنا في مدينة الرياض، الرابطة الرياضية للسودانيين من الخارج الصالحية وبطولة أو كأس الوفاء التي تقام أحداثها تجرى أحداثها هذه الأيام، ثم سنعرج إلى الدوري الإنجليزي، سنقلب أوراق الدوري الإنجليزي والمباريات التي لعبت على حساب الجولة 15، وسنذهب بعده مباشرة إلى القمة الإيطالية بالأمس بين روما الذئاب وإنتر ميلان، وسنلقي نظرة لبقية المباريات في الدوري الإيطالي، ونختم محاورنا عن المهاجم البولندي مهاجم بايرن ميونخ ليفا نفسكي، اللاعب الأفضل أو المهاجم الأفضل للعام 2021. طيب، في البداية نحن حنتكلم عن منتخب الوطن السوداني، لكن قبل ما نبدأ نخش في المحور مباشرة، القاعدة الرياضية السودانية فجعت بأخبار محزنة، كانت أولها رحيل أو في يوم واحد رحيل القامة الفنية عبد الكريم الكابلي الذي تم تشييعه ملامسواه الأخير بالدموع والدم، رجل كان فنان للطبقة المثقفة، قدم فنا راقيا لكل السودان عليه رحمة الله. ثم في نفس اليوم فوجعنا برحيل أحد أقطاب الهلال السوداني وأحد الأعلام الرياضيين الذين ما أن ذكر الهلال إلا وذكر محمد حمزة الكوارتي عليهم رحمة الله ورضوانه، واليوم أيضا فوجعنا برحيل الصحفي الكاتب الهلالي أحمد علي المحينة، فقد كبير للقاعدة الرياضية رحمة الله عليهم الفاضل. نعم فعلا، ربنا يرحمه ويغفر لهم جميعا، الهرم والفن الكبير الكابلي والقطب الرياضي الموضوع محمد حمزة الكوارتي. الكاتب المحينة أحمد المحينة توفى الأسبوع الفات مش قبل الكوارتي، ربنا يرحمه ويحسن لهم جميعا إن شاء الله. نعم مدسر، فقد للقاعدة الرياضية ولكل السودانيين. والله صراحة هي أسبوع الأحزان، كل ما تحمل الكلمة من معنى، يعني الوطن فقد فنان رغم شاعر ملحن فيلسوف، يعني كان قامة من قامات الوطن في المجال الفني،
وصبيحة الجمعة برضو فقدنا الرمز الهلال الكبير والإداري المحنك القوي محمد حمزة الكوارتي. يعني صراحة محمد حمزة الكوارتي احنا من صغار متابعينه، كان زمانه في مجالس الإدارة كان له الهيبة، فهو فقد بقامة وطن صراحة. وأيضا الصحفي المحينة صراحة، الكاتب والقلم المميز، امتداد للأحزان اللي تتوالى في ذات الأسبوع. نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون. عليهم رحمة الله، ونسأل الله أن يجمعنا به في جنات الفردوس. إذن فقدي لكل الأمة السودانية سيما القاعدة الرياضية جزء كبير وأصيل من هذا الفقد الذي أصاب السودان بأجمعه. طيب أنا دا نمشي، لسنا مصابين في الذين رحلوا في الدنيا وإنما مصابون نحن في كورتنا أيضا. مدخل ربما يكون متشائما، المنتخب السوداني لم يظهر، أو يعني المنظر اللي ظهر به كان مخيبا للآمال للحد البعيد في مونديال العرب. حتى اللحظة حسب وجهة نظري المتواضعة أضعف المنتخبات التي ظهرت في مونديال العرب، رغم أننا نشارك بكامل قوام المنتخب السوداني من الكلية إذا استبعدنا المصابين الذين لم يرافقوا البعثة. قبل أن نتحدث أو نعطي الفرصة للمحللين، نستمع إلى تقرير تم إعداده عن هزيمة المنتخب السوداني من المنتخب المصري بخمس أهداف دون مقابل. نستمع إلى التقرير ونجي نحلل كورتنا مع المصريين. بعد أن استمعنا وشاهدنا هذا التقرير الذي تم إعداده عن هزيمة المنتخب السوداني بخماسية نظيفة أمام منتخب الفراعنة، المنتخب المصري الذي استبسل وأكد بقوة وجدارة متساويا في الصدارة في كل شيء مع المنتخب الجزائري عن هذه المجموعة. الفاضل أنا ماذا أكفل سؤال دار أديك شيء مفتوح، ما الذي حدث في الدوحة لمنتخبنا؟ طيب نحن لما نتكلم عن الكرة والرياضة وبطولة العرب يعني ما نفصله شيء براها وذا براها، يعني الحاجة دي كلها شيء متكامل. واللاعب لاعب المنتخب قبل ما يكون لاعب هو مواطن سوداني يتفاعل مع الأحداث. الشيء يعني احنا الآن السودان في عنق زجاجة، أحداث سياسية عاصفة، شباب يموتوا في البلد. المنتخب من رجع من المغرب في معسكر مكفول استعدادا لبطولة العرب. المعسكر المكفول لو ما فيه مباريات تجريبية انت بتقدر تغيم انت وصلت لوين من ناحية بدنية او ذهنية او فانت في معسكر مكفول في الخرطوم، لكن ما قدرت ولا مباراة محلية ولا خارجية تلعبها للأحداث السائدة في البلد. إضافة إلى أنه اللاعب السوداني ذاته هو مواطن سوداني قبل ما يكون لاعب، نعم يعني متأثر بالحاجة الحاصلة في البلد أكيد. أضف إلى ذلك ده كله يعني اللي نحن نتكلم عن السيدي اللبت عن عوامل النفسية اللي المحبطة اللي يعني خلت اللياقة الذهنية صفر عديل كده عند اللعيبة السودانيين. نفس اللعيبة أبو عشرين وأمير كمال وإيرين ضياء الدين محمد الرحمن رمضان عجب، هم نفسهم اصطفقنا لهم وفرحونا وتأهلوا لنفس البطولة دي عن طريق ليبيا، ونفس اللعيبة دي اللي صفقنا لهم وأهلونا لنهايات أفريقيا، ونفس اللعيبة دي اللي صفقنا لهم وأهلونا لمجموعات أفريقيا لكأس العالم. يعني من ناحية فنية أنا ما أعتقد أنه عنده مشكلة، المشكلة في النواحي البدنية اللياقة التعداد البدني زائدا العوامل النفسية. العوامل النفسية لو جينا نذكرها يعني كثيرة جدا جدا، تبدأ من أول شيء المشكلة الحاصلة في الاتحاد واللي بتأثر أكيد برضو على الاتحاد البدير المنظومة نفسه. نعم. عنده مشكلة، يعني عندك اتحاد شداد واتحاد معتصم، واتحاد معتصم واقف مع يعني مع وقف التنفيذ، وناس واتحاد شداد قدم مذكرة إنه معتصم بيمارسوا العمل.
حتى معتصم مفروض كان يكون ضمن البحثة اللي مشت الدوحة، وكان واعد اللعيبة انهم ياخذوا الحافز بتاع تاهل لمجموعات كاس افريقيا وما قدر يمشي ولا قدر يديم الحافز. دي كلها عوامل كلها محبطة محبطة محبطة. ويجي في طيب يا فاضل انا دار اسالك سؤال، ربما انت حتكون عرضة للهجوم من الناس اللي تابعوا البطولة عن قرب عبر الشاشات. المباراة اللاعب السوداني اللعب البطولة العربية مونديال العرب أمام الجزائر أمام المنتخب المصري يفتقد الأساسيات كرة القدم حسب الكلام حسب النظر، استلام التمرير التمركز، يعني عشان يشكل منظومة بتاعت لاعب كرة القدم فشل في كل هذه الأشياءات الأساسية. ثم ثانيا أنت بتقول إنه البلد الأوضاع ما مستقرة وفي مشاكل سياسية ومشاكل يعني مشاكل عامة اقتصادية في دول اقتصادية مشاكل ذهنية ذهنية كيف؟ أنا اللي مشتت ذهنيا، أنا ما نفس ما أنا قلت لك ما نفس اللاعب ده. لا أنت بتشتت ذهنيا من شنو يعني مثلا؟ مشتت ذهنيا من شنو؟ ما أنا قلت لك نفس اللاعب ده ذاته هو اللي أهلك للحتة دي. طيب ما له ما قادر صدفة. ما قادر لا ما صدفة أكيد لأنه أهلك لنهاية كأس العرب وأهلك لنهاية أفريقيا وأهلك لنهايات المجموعات تاعت كأس العالم، أهلك لثلاثة حتات نفس اللاعب ما تغير المنتخب صح؟ طيب بس هو سيفتيري أصيب واتش، لكن نفس المنظومة قاعدة زي ما هي. الليلة يعني أنا لما قلت لك زي ما قلت لك الليلة دائما إحنا افتقدنا حتى برقوم اللقاء اللي داعم المعنوي والمادي للمنتخب معروف دكتور حسن برقو. نعم يعني حسن برقو رغم أنه طلع من المنظومة الرسمية ويعتبر في الاتحاد الخسر، إلا أنه مع ذلك برضو رسل رسالة لمؤثرة جدا للعيبة عشان يحفزهم ويطلعهم من جوا الإحباط تاع مباراة الجزائر، إلا إن جاءت حادثة ثانية برضو زادت الطين بلة اللي هي الحادثه بتاعت يعني حتى الناس بقت تفكر في مكاسبها الشخصيه ما فكروا في الوطن. يعني حتى الخلاف اللي داري الحاصل ما بين معتصم وشداد يعني الناس دي زي ما تذكر الحلقه اللي فاتت تكلمنا عن انه الناس كلها يعني الخاسر والكاسب، هدفنا واحد السودان نشتغل مع بعض. انت قلت لي دي حاجه طبعا مثاليه جدا وافلاطونيه، لا نحن ممكن نعملها. يعني الليله بدل ما انا الليله امشي وراء حاجاتي الشخصيه عشان انا ابني مكاسب، يعني حتى قلت لك تمرين المباراة بتاع مباراة مصر قبل تمرين المباراة الصحفية واحدة صحفية عشان تعمل سبق صحفي نشرت خبر شتت الأذهان كله لما جاءت التمرين محمد عبد الرحمن اشتبك معاها وهو وخالد بخيط. انت رايك شنو في ودخل ردة فعل طبيعية. انا الليلة في حاجة يعني سالبة، اللاعب عنده حق يعني انه يشتبك مع صحفي؟ لا ما عنده حق طبعا ما عنده حق، لكن انا بقول لك ده زول يعني في النهاية بني ادم يعني بيتفاعل مع الاشياء الحاصله وما عنده حق. لكن انا الليله ما يعني ما قلت لك انا بجد العذر، لانه انا الليله حاجه زي دي مثلا في 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 حاجه سالبه حصلت في البعثه، انا عشان الصبغه الصحفي وعشان اقول انا جبت الحاجه دي ارفعها لرئيس البعثه. لما تمشي السودان في الخرطوم في جرد الحساب كشف الحساب في تقييم الرحله تناقش ويعاقب الناس اللي عملوها بدل ما يعني ليلة سيادة الخبر السلطات القطرية ما جابت الخبر. نعم بقينا في نحجز ومسكوا اللعيبة والإعلاميين الحاضرين طلعوا الصحفية وحتى المندوب الاتحاد القطري يتدخل ومندوب الفيفا يتدخل بيسأل الحاصل ايش وعملوا ريبورت ليه ننشر الغصيزة. الموقف ما مشرف وبالتأكيد عملية ما مقبولة تماما السلوك اللي من بدأ الاثنين يعني أنا من الجانبين. نعم احنا ما بنحمل جانب على الثاني، وان كنت ارى شخصيا انه تصرف اللاعب خطأ يعني ما من حقه او ما هو الانسان اللي يتصدى للصحفية حتى لو اساد حتى لو اخطأ حتى لو يعني نقلت اخبار كاذبة، ما انت الجهة وما انت عبد الرحمن مهاجم المنتخب اللي تجي تتكلم مع الصحفية، في أنظمة في آليات في طرق معروفة. فأحسن لو الموضوع كان مرتب، لكن الفوضى عنواننا في كل شيء. مدسر بنفس الفهم ما الذي حدث في الدوحة؟ نعم دوحة طيب في البداية طبعا الواحد والله حزين جدا يعني للصورة الباهتة اللي ظهر بها المنتخب في بطولة العرب، بالرغم أنه نحن يعني على الورق إحنا المنتخب الوحيد اللي بنشارك يعني بقوامنا الأساسي، يمكن نفتقد عنصرين ثلاثة بعمل الإصابة، خلاف ذلك مقارنة بالمنتخبات الثانية يعني الواحد محبط إحباط، لأنه أول شيء زي ما ذكر الأخ الفاضل في جزء كبير من كلامه أنا أتفق معه،
طبعا الجوانب النفسية والذهنية بالحاجة الحاصلة في البلد هذا ما في خلاف عليه. لكن لو جينا أخذنا المباراة من ناحية فنية يعني نفس الجهاز الفني، نحن بنجي نقيم المباراة في أرض الملعب. أنا عندي تيم مباراة قدامي عشان أقدر أقيمه كفني فريق يعني وكأنه يجمع لأول مرة، وكأنه اللاعب لا عنده علاقة بكرة القدم صراحة، لياقة ذهنية معدومة، غيرة، حتى التنظيم في وضعيتهم في الملعب يعني التمركز ذاته في حد ذاته مشكلة كبيرة، ضعف روح انهزامي يعني أداء باهت بكل ما تحمل الكلمة المعنى، لأنه نحن بنتألم ليه؟ لأنه عندنا جالية يا جماعة، جالية سودانية. نعم فعلا صح. يعني حرام نحن نحرقهم يعني صراحة. الواحد كان يتمنى أنه المنتخب يتخذ قرار يشارك بعناصر خلاف المنتخب الأساسي، لأنه هو مرهق. لو افتكرنا أنه كثرة المشاركات كان مفترض أنه تعمل منتخب أولمبي وتشوف حتى يمكن ربما يكون يطلع لك نواة يفيدك في النهايات أمم أفريقيا. لكن سبحان الله حتى ضربة الجزاء اللي احتسبت عن طريق الفار، المخالفة ارتكبت مع في المباراة الأولى أمام الجزائر برضو أهدلك. الحاجة الوحيدة اللي فرح فيها الشعب السوداني منذ وصول البعثة ركلة الجزاء، أنت هو نفسه محمد الرحمن المتخصص في العبادي هو إنسان زي ما ذكر الفاضل. أنت شوف اللاعب ده ما لم يكون معد بدنيا ونفسيا ما والله المرمى لو فاض ما تقدر تجيب جون. فالفريق ده أول حاجة الناس كان افترض تشتغلوا بالزاد المباراة الثانية عامل نفسي رهيب، لأنه كان في فشل في كل القوام البحث الإدارية الإعلام، في إعلام بدأ يكتبوا إنه يا أخي في نجوم قبل ما البطولة تبدأ، إنه في نجوم الأندية العربية بتطالب نجومنا في الاحتراف ولسه الناس ما لعبت. نعم. وفي ضخ في ناس بتضخم أشياء وفي ناس بتهبط بأشياء، وبعدين رسائل محبطة كانت كثيرة جدا، وذي الأشياء دي بالمناسبة تنعكس بعدين للأسف الشديد. نحن منتخبنا يعني أنت لما تشوف الأهداف اللي جات حتى المباراة، أنت خرجت مباراة الجزائر بأربع رباعية جيت كررت أخطاء ويعني وبالزيادة يعني نفس منتخب، والمدرب نفسه صراحة فقد البوصلة صراحة. نعم. يعني في كل مباراة ما يعني ما بتحس بأنه في أصلا في جهاز فني ورا الفريق ده. يعني الشيء المؤلم انه يعني الاخوه في مصر انا تابعت التحليل انه فريق درجه ثالثه يقول يعني ما بيشبه المنتخب، فالناس ما حيعرفوا ليك انك انت عندك مشكله اداريه مشكله فنيه. بيعرفوا منتخب السودان واجه المنتخب المصري وشاهدوا في المباراه، والبشاهد حيقيم لك فريق يا اخي نسبه استحواذه في المباراه كله 36%. يا اخي ما مش انا اصلا جيت للاحصائيات، احنا شايفين على الجون التسديدات الحارح حراس الخصم ما كان نشاهده تسديد أفضل. تسديد السودان واحد، تسديد مصر 27 تسديدة. طيب. ما اصلا ما في مقارنه، اصلا المباراه كانت باهته يعني جدا يعني الشغله دي جويا بده يصير. طيب. منتخب فعلا كان فاقد الهويه، غير موجود فنيا خالص، لكن ده كله انا بس بعزيه لحته واحده بس اللي هو التشتت الذهني. انا ما مركز ذهنيا خالص وانا جوه الملعب. انا نفسه محمد عبد الرحمن امبارح، محمد الرحمن بتاع اول امبارح، لكن محمد ابراهيم تاع امبارح اول امبارح الفرق بيناتهم الاثنين داك مستغر ذهنيا وده مشتت ذهنيا. لدرجة هنا محمد ابراهيم متخصص ضربات ثابته ما ده الكلام وضربات جزاء ضيع ضربه الجزاء. ده الكلام اللي انا قبل البطوله العربيه لو لاحظت في عدد من المحاور تكلمنا احنا قلنا مشكله السودان اداريه قبل الاتحاد العام حتى قبل الانتخاب. طيب كذا نسمع مدسر عشان مدسر كمل. اسمعني دقيقه، هسه دي في الانديه العالميه كلها كان في اوروبا المعد النفسي بقى مهم جدا جدا في الجهاز. نعم. الفني لازم يكون عندك معد نفسي زيه زي المعد البدني. نعم. يعني انت الليله برضه حتى قبل مباراه مصر بعد الظهر جابوا لنا نتائج الفحص بتاع كورونا، فيلود مصاب، طاهر مصاب، احمد خليل مصاب، عزلوا نفسهم حتى فيلود انفصل من اللعيبه بقى ما في تواصل بيناتهم وكانت الحاجات دي. بعد العصر جاء قال لهم لا معلش احنا اسفين عشان مواضيع ومشى اخذ مسحه ثانيه، عمل مسحه ثانيه النتيجه طلعت سلبيه، مشى بعد العصر حتى انه يتواصل مع لعيبته. طيب دي حاجات لا لا ما انا ما اساسيه ما مش اساسيه وما اساسيه. نحن انا بقول لك من ناحيه توتر نفسي، من ناحيه يعني تشتيت ذهني، ده كله بيأثر. انا بقول لك في والله انا يا متصل دقيقه انا قدر ما حاولت اسلك يعني او بمعنى صح يعني القى العذر للمنتخب السوداني فيما حصل انه 9 اهداف في شباكنا
أنا ما لقيت أي سبب والله. المفروض أكثر طيب من كده. أنا خليك يا متسرع عشان نبدأ نكون ناس عمليين ونمشي لقدام. داخل المستطيل الأخضر ليس هناك أي منظومة أو أي طريقة بتاعت لعب عشوائية، أخطاء بدائية، مباراة كانت باهثة، شروط ذهني مبالغ فيه. طيب الحصل شوف. طيب أنا بقول لك أنا شوف يا أستاذ الفاضل مع احترام جديد، يعني بالنسبة إنه فعلا إبعاد المدرب، أنت عندك مساعد مدرب، ظروف المباريات أنت بتعمل تضع كل الاحتمالات. مساعد المدرب مشاكل مع ما خلاص صحبي. اسمعني ما انا برضو في خالد بس كان مدرب مساعد مدرب موجود دي فرصتي، ما انا ليه اعمل اني مساعد مدرب؟ انا كمساعد مدرب لو اختاروني في اي فريق انا لو ما لم اقدر بقوة ارادتي اقدر اخذ صلاحياتي كمساعد مدرب والله ما بكون بارس خالص. لا هو ما يكون بارس ما طيب خلاص اذا ابعدت المدرب انا اتصرف امسك المواد بالضبط كده راح نعم وزاته قلت له وشده ذهنيه وزاته كان في المشكله اللي حصلت. طيب انت المشده ذهنيا جايب الناس دي عشان انا ما اعرف انا فاضل الفاضل بيحاول يعني ماسك لا انا ما بلقى له عذر ذهني لا 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 التشتت الذهني لا ما دار له عذر فعلا قدموا ده باهت جدا جدا لا يشبههم هم كلاعبين اول شيء اساوا لنفسهم واساوا للتقييم والفني لنفسهم يعني اذا في لاعب عنده فرصه بتاعت احتراف ولا شيء لو اللي زي في فريق كان داير عنده رغبه يسجل محمد عبد الرحمن او ايرين او ابو 20 وشاف المستوى حيصرف النظر لان انت اساسا قدمت شيء سلبي حتى عن نفسك خلي بلدك شو يا استاذ الفاضل تفضل طيب. انا ما مدي اي عذر انا ما مدي انا بس بقول الاسباب بس جميل انا اسمع مدسر ما يقول يعني انت حتى بتقول مثلا خالد بخيت كغايد ممكن برضه هو مشتت زين لو كان رب البيت اللي الدف ضارب على شيمة اهل البيت الرخص الرخص يبقى انت ك في كاداري كاريزما انك تقول وبتتاثر بالاشياء زي دي من باب اولى انك انت ما جدير ما اصلا يا جماعه شوف احنا والله شوف خالد بغينا احنا بنحبه جديد لاعب قدم للكره السودانيه لاعبا ومدربا واحنا كنا من عشاق وصراحه لكن ما احنا في النهايه ما نفض من قول الا ايه لديه رقيب عديد احنا في النهايه مسؤولين عن الكلام احنا بنقول مسؤوليه الكلمه نعم وبعدين الشيء الثاني احنا هنا بنتكلم كل واحد انا مسؤول امام الله بالكلمه اللي بقوله وانا حاسب امام الله بعدين دي مهنيه لانه احنا يا جماعه انتم ما بتعرفوا قدر الالم اللي وقع على الجاليه السوداني في قطر نعم كويس وقدر الالام اللي بتواجهنا احنا كزملاء عملنا في الاعمال وانتم بتشوفوا نعم جميل وقدر الطموح اللي احنا كنا متوقعين ومنتخب جاي بكامل ركيزته بأجهزته الفنية فريقه مكتمل مقارنة بالمنتخبات الثانية منتخب بداياته في تصفيات نهايات كاس تأهل كأس العالم ما حقق ولا انتصار معي المباراة الوحيدة اللي تلعبت لو عزينا انه كان مباريات خارج السودان المباراة تلعبت في مدرمان تهزم المنتخب ده بأربعة برباعية نحن مشكلتنا شفت المنتخب ما حقق ولا انتصار مع منتخبات مقارنة بالجزائر وتونس أقل فنية لا لا هو المجموعة هذه قصة مفروض ما داير 2-3 طيب السودان منتظر شنو من ده يعني تاني وأنا تتذكر بعد التصفيات كأس العالم المجموعات التفريغية فقدنا التأهل وجيبنا مرة كده على خلف الكواليس كنا نتكلم عنه مصعب عن كأس العرب قلت له والله أخشى من النتائج الكارثية تتذكر نعم ليه لأنه أنا قست غريت المنتخب من غانيا من مباراة غينيا الأربعة في السودان فنحن حشين جدا بنتأثر بأي شيء نحن زمان لما يقول لك معسكر مقفول في السودان لأنه عارفين اللاعب السوداني هش بيعزلوه من كل شيء زمان قبل الميديا والاتصابات دي بيمنعوا التلفزيون والجرائد والرادي من المعسكر بيعزلوك خالص من المحيط الآن انت تقدر تعزل مع الواتساب ما بتقدر تعزل يعني وسائل التواصل دي ما بتقدر تعزل اللاعب حتى لو خطط المعسكر اي شيء بتقال كان سلبي ولا ايجابي عنه بيصله وهو شديد التأثر جدا جدا اللاعب السوداني وهش ذهنيا لابعد الدرجات طيب فما عشان كده احنا بنقول انك انت لاعب وصلت درجة المنتخب وصلت لاعب محترف لازم انت تكون الحاجات دي انت مسلح تسليح كامل ما عنده ده واحد لا ما لا بد لو ما كده خلاص تجيب البديل نعم اصل في النهايه المنتخبات دي كلها شاركت بالاولمبي وشارك بالصف الثاني احنا نشوف البديل نحن ما عايزين نكسى على اللاعبين انت زي ما قلت بيحققوا انتصارات لكن يا جماعه والله ما لم يتم التاسيس احنا مشكلتنا ولا زلت انا موصول على الكلام من قبل ما يتم انتخابات الاتحاد العام انا لا زلت مصر على انه مشكلتنا مشكله اداريه بحت إدارية بحت من أعلى هرم
لا اقل الهرم، حتى على مستوى الانديه على كل ما عندك اداريين مؤسسين كيف انت حتاسس الرياضه بالفهم اللي احنا عايزينه. يعني اسس يعني حاليا شوف منتخب فلسطين، شوف المنتخب اللبناني، يعني النازي لما جو من هناك على اساس انه ضامنين تجد منتخب لبنان في جيب مثلا. نعم صح. شوف المنتخب اللبناني بالمناسبه المباريات اللي قدمها امام المنتخب المصري والمنتخب الجزائري وبيضربات جزاء، ولولا انورك لا تجزى لولا انورك لا تجزى ربما كان يكون يعمل مفاجاه والحصان اسود. وشكل في المباراه الاخيره لبنان شكل يعني نموذج هجومي امام منتخب الجزائر لاول مره. يعني دي ميزه اكتسبته، استفاد مباراه مصر. ويعني شوف بالمناسبه عشان كده انا بقول لك احنا مشكلتنا ما قال نستفيد. انت شفت بعدين ما في ورش عمل بتتعمل. السوريين شوف احنا دوريت ما ابتدى يا الفاضل. السوريين كيف اداروا كرتهم مع تونس كسبوها سوريا؟ سوريا بيفقد كم لاعب من ثلاثه عناصر من اساسيين. السوريين اداروا المباراه. نعم ارجع للشرف شوف اداروه كيف بالضبط تكتيكيا. يعني طيب إذا انا بنجي مباراه سوريا لو جيت من ناحيه فنيه تغيرها الفاضل. بنجي مباراه سوريا تونس مدسر حملت الانباء اقاله الجهاز الفني للمنتخب السوداني بالكامل. ليس هناك تاكيد او مؤتمر صحفي رسمي يعني اقيم، لكن الانباء حملت انه تم اقاله الجهاز الفني بالكامل. ودي مرحله برضو دور خطوه غير صحيحه في طريق خاطئ. مزلوب. يعني انت ما ممكن منتخب ماشي عنده مباراه وباقي مباراه. طيب نعم رايك شنو في الحاصل ده؟ ودائما هو ده التخبط مشكلتنا. هذا الكلام اللي بقوله انا من الاداره احنا مشكله اصلا المدرب ده ليه ما يقيم من اول ده؟ نعم. ما توقيت انت لعبت من مباريات باقي لك من ثلاث مباريات اديت مباراتين انت تقيل في مباراه النهائيه باقي لك مباراه. نعم ما منطق عشان تعمل شنو يعني. طيب وبعدين ايش يعني اعمل شنو مثلا هذه بعدين انت التاثير السلبي حيكون على الجهاز اللي اصلا اللي حيدير اخر مباراه. انا عارف انه ده اخر مباراه لي وخلاص ماشي واخترت رسمي. يعني حتى لو ما في شيء رسمي خلاص الانباء متواتره انه الجهاز ده اخر مباراه له فاكيد ما حاديها كويس. لا انا كمان كمدرب ما بغامر باسمي. انا في حاله زي دي مثلا انا كمدرب اليوم انا ماسك تيم وخلاص يا جماعه قالوا والله الكوتش ده اليوم ده اخر مباراه له، ما معناته انا افك المباراه؟ مستحيل طبعا لانه انا ده ما بضيف في السي في بتاعي انا. اكيد اكيد طبعا. كويس طيب خلينا نمشي لقدام شويه. الفاضل احنا اذا عايزين نعمل منتخب متماسك زي الناس يلعب كوره الكوره اللي بنعرفها المفروض نعمل شنو من بكره يعني؟ نعم انا قبل يومين ثلاثه كده كنت ارسل لك شفت لي واحد رسل لي مقطع واتصابي للاعب الكبير محمد الجاك شواطين تاع الهلال. نعم بين قوسين شواطين محمد الجاك. نعم معروف. نعم كنت عايز ارسلك عشان تبسو يعني كان احنا يعني اي نعم نحن عشان 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 نكون متواجدين في المنظومه الكرويه نواصل بالعك الشغال ده. لكن نفس الحاجه بتاعت 50 سنه اللي قدام 20 30 50 سنه اللي قدام خطه استراتيجيه بناء دوله رياضيه اللي هي بتبدا اكاديميات مراحل سنيه بنيه تحتيه استشاريين يعني هاي حاجه كانت طويله المدى لون تيرم تكون استعين بخبراء هاي حاجه. هو ذاته نفس كلامه قال اليابان اللي هم بيستعينوا بها الناس هي بتستعين بالناس. الرياضه في امريكا وفي اليابان كره القدم بالذات في امريكا وفي اليابان كره ظهرت حديثا لكن استعانوا بخبراء وبدوا اشتغلوا شغل يعني مؤسس شغل بفهم. نفس الشيء ده انا ابدا الليله بنفس الحكايه دي منظومه اداريه متكامله اعلام مسؤول اداريين مسؤولين اجهزه فنيه مؤهله بنيه تحتيه متكامله ابدا من الاعمار الصغيره 5-6 سنين بكون لي فريق يشرفك ويشفع اسمك ويؤدي كوره بعلميه باحترافيه بمهنيه. يعني نحن لا يعني موهوبين بالفطرة أيوة لكن لازم يكون في شغل. يعني ما ممكن أنا الليلة بلعب دافوري بكرة الشراب بنفس الفكر ده أجي ألعب به في المنتخب. لا دي مرحلة. المرحلة الثانية تكون الأكاديميات والشغل المؤسس المدروس يعني. طيب جميل مدسر
مدسر حاسبك محبط شديد انت ومتقلق. انا ظهر اسالك سؤال بعيد عن الكلام ده. والله كلنا محبطين. المنتخب اكيد طبعا يعني المنتخب المصري هذا المنتخب يعد من اقوى المنتخبات الافريقيه اللي لم يكن اقواها على الاطلاق. تخيل المنتخب المصري لسه محترفين في اوروبا والجيش زي ما بيقولوا الجيش العده والعتاد بالكامل حيجوك في الامم الافريقيه. هذا المنتخب القوي يعني قدر يلعب مباراه كبيره. الان هو في مركز واحد مع الجزائر. كده دينا عن المنتخب المصري كلامنا. انت عارف المنتخب المصري ده لما جاء شارك البطوله العربيه الاعلام المصري ما راضي به في المباريات اللي قدمها في التصفيات اللي فيه. بالضبط كده كان ما راضين صح؟ ما راضين لانه تم تغيير الجهاز الفني. يعني قيمه كبيره المنتخب المصري. طيب نحن لسه بنلف في محور يا اخي. انت نحن اختياراتنا يا جماعه نكون عقلانيين. نحن في النهايه عشان عايزين المصلحه العامه. نعم. انت في اختياراتك شوف لعبه الوسط اللي انت جايبهم كلهم محاور. لعبه الوسط بتاع المنتخب قوام المنتخب لعبه الوسط اللي انت جايبهم كلهم لعبه محور. ما ممكن انت ماشي شايل لك سته لعيبه. انت شوف انا اخذها بالاسامي عشان كمان نكون قاسين على شو. نصر الدين الشغيل، والد الدين خضر بوقبه، ابو عادل، صلاح عادل، ابو عاقله، ديل اربعه من الهلال، عندك ضياء المحجوب، ديل خمسه محاور انت شايله. مين صانع الالعاب اللي انت عندك اصلا؟ مصاب هطش في السودان. خلاص يعني السودان مصاب ما في غيره. مع انه الناس نادت بعبد الروف كان ممكن يكون بديل. ايوه اختيار فولد بالمناسبه. يعني انا ما انتقدت من المباراه وده اللي انا كنت اخاف عليه. بس انا كنت اتوقع، لكن ما كنت اتوقع بذات المستوى البهد. انا ما كنت متوقع حجم الخساره وحجم الاباط يكون بالحجم ده، لكن متوقع لانه نتائجها اللي تحققت في تصفيات نهايات افريقيا اللي شفنا هزيمه 4-4 رباعيه في السودان. نتائج هزائم كارثيه. انت عملت تعديل ما عملت شيء. انت بتجيب يعني يا اخي الاهداف تجيب الكربون. يعني كره مصر انت عندك 7 لاعبين داخل الصندوق، 3 لاعبين في كره الجزائر، 3 لعيبه و7 مدافعين نفس المنظومة. طيب يعني هل معناته أنا عشان أدافع معناته بس أجيب لي 10 أخذ تاون في الدفاع ولا التوظيف؟ السبعة نصهم باقي في حتة واحدة. باص واحد انضرب كده ونفسه بالكربون اتكرر في كرة مصر. يعني ده دلالة على إنه الناس أنا كلاعب زاد. أنا كلاعب ما ده ما دار أنا مدرب. أنا كلاعب المفروض كمتفرج أنا كيف أخلي اللاعب ظهري؟ أنا لو ما بلعب كورة يعني أنا اللاعب الجاي جايني من خشب الطرف. نعم. انا هنا داخل الصندوق المهمتين اللعبة جوا الصندوق ده معاي. ده اللي بيجيب الجون مش اللاعب اللي على اللاين ده. على اللاين ده ما معاه مدافع هو يحاسبه بعد كده. طيب عشان نمشي لقدام المنتخب السوداني طبعا بيكون له علاته. ربنا يصلح الحال. بالتاكيد منتخب الوطن هو من يمثل الوطن، هو يحمل اسم السودان. نتمنى انه العتره تصلح المشي، نعمل شغل يقدمنا لقدام والامور تمشي للامام. مباراة ثانية تابعناها الأخضر السعودي مشترك بالمنتخب الأولمبي تعادل مع المنتخب الفلسطيني. المنتخب الفلسطيني المنتخب يمكن ظهر متماسكا قويا، تقدم بالنتيجة إلى أن أدرك الأخضر السعودي التعادل. بهذه النتيجة المغرب أسود الأطلسي صعدوا مباشرة إلى الدور القادم. قراءة في هذه المجموعة الفاضل. طيب المغرب الأردن السعودية وفلسطين. نعم. المغرب كلين شيت 6 نقاط، الأردن 3 نقاط، السعودية وفلسطين نقطة نقطة. نعم. البطاقة الأولى مشت للمغرب. الموضوع اتحسم. بقى بعد كده حتى يعني في بطاقة هي حتى، لكن ما حددنا الأول والثاني برضو يستل. والثلاثة فرق الثانية برضو الثلاثة عندهم أمل إنهم يدركوا التأهل. حتى فلسطين والسعودية نقطة نقطة. إذا كل واحد ينتظر في مباراته بيعمل أربع نقاط حيرافق المغرب. نعم. أوكي. الأردن 3 نقاط مباراته مع المغرب مش كده؟ نعم. نعم الأردن مباراة مع نعم. فلسطين مع فلسطين عفوا نعم. مع فلسطين. الأردن فلسطين طبعا يعتبر ديربي برضو. نعم برضو يعتبر ديربي الأردن فلسطين. أيوة السعودية والمغرب. المغرب حتجي مرتاحة بحيث إنه درون نكسب غالبين نكسب زي ما قال. نعم يعني في حالتين حتى لو اتهزموا ممكن يدخلوا
لا الأردن متفوقة على السعودية. الأردن متفوقة على السعودية بنقطتين، بنقطتين الأردن ثلاث نقاط. لا حتى في المواجهات يعني. لا هو غالب السعودية. لا لا هي ما بالمناسبة الفيصل فارق الأهداف في يعني حتى هسه بقول لك مصر والجزائر هسه متساويين في كل شيء نقاط وفارق الأهداف. إذا طلعت المباراة حتى تعادل 0-0 هيمشي بقى ليه؟ للعبة النظيف الكروت الحمراء والصفراء، لأنه البطولة دي الفيصل بعتاحها ما المواجهات المباشرة فرق الأهداف. وده صحيح بالمناسبة في الحتة دي يا الفاضل لو وقفنا شوية. أيوة فعلا فرق دائما الأهداف. نظام بطولة زي دي يعني شنو أنت بتخلي لي واجهات مباشرة، أنت ما بتلاقيني في مبارتين مبارة واحدة بتلاقي. مبارة واحدة فما مفروض يكون في مواجهات مباشرة فرق الأهداف. يعني الأردن عنده هدف وعليه أربع أهداف، السعودية عندها هدف وعليها هدفين. نعم. فإذا جينا السعودية والأردن لو تساووا السعودية حتقول بفارق الأهداف، لأن السعودية عليها هدف واحد. نعم. لأنه عندها عليها هدفين وعندها هدف، فعليها هدف واحد. يعني السعودية إذا أرادت تأخذ عليها أن تهزم المغرب بأي نتيجة؟ نعم. السعودية لازم تهزم عشان تعمل أربع نقاط، لأن الأردن لو هزم فلسطين هيعمل ست نقاط هيدخل مع المغرب برضو خلاص، الست نقاط دي ما بالحاجة لا للسعودية ولا فلسطين، ما بيصلوا للنقطة السادسة. السعودية وفلسطين أقصى شيء ممكن يصلوه النقطة الرابعة لأنه عندهم نقطة نقطة. طيب جميل مدسر، رأيك في المجموعة دي وقراءات لها؟ المجموعة زي ما قال كابتن فاضل زين، طبعا المغرب والأردن هم اللي بيملكوا ثلاثة نقاط ثلاثة نقاط. نعم. فعندهم مباريات، أي انتصار لهم بيأهلهم. المغرب ستة نقاط. أنت بتتكلم عن لا المغرب والأردن. أيوة. المغرب له ثلاثة نقاط. لا المغرب ستة. ستة نقاط. المغرب ستة نقاط. سوري المغرب ستة نقاط. قصدي الأردن. الأردن ثلاثة نقاط. أي انتصار للأردن بيأهله طوال. التعادل الفريقين الأخضر أمامه فرصة واحدة إنه يهزم المغرب. طبعا هو داخل بالفريق الأولمبي يعني صراحة. لكن أنا والله أحب أشيد بفريق الفلسطيني. يعني بيقدم كورة حلوة جدا رغم الظروف الحاصل معروف المنتخب الفلسطيني، لكن المباراة دي تحسمها هيكون في ديربي الشام بين فلسطين والأردن. ده اللي هيكون الفيصل. لو الأردن استطاع أنه يكسب المنتخب الفلسطيني تأهل مباشرة مع المغرب. والأخضر السعودي لأنه ضيق الفرصة بتاعته ويتعادلوا مع فلسطين. هو في الحقيقة هو الأدرى كتير. يعني في حالة أنه السعودية فازت والأردن فاز، طيب كيف الحسم؟ الأردن فازت بتخش خلاص. بيخشوا الاثنين. مع المغرب. الأردن ثلاثة نقاط. مع ستة تعمل. تعمل ستة والسعودية تعمل أربعة. السعودية في الأردن لو فاز خلاص. إذا الفرصة. السعودية ما انتظار لابد من ينتظر فرصة تعطيل الأردن من فلسطين. أنت عارف تعادل الأردن وفوز السعودية بدخل السعودية مع المغرب. تعادل الأردن. أيوة. تعادل الأردن وفوز السعودية. نعم. وفوز السعودية. بيدخل الأردن وفلسطين لو تعادلوا. أنا أتوقع أن مباراة الأردن وفلسطين ممكن تكون قوية، مباراة قوية جداً. 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 نعم. حتى من وقع المستوى اللي شفناه. والله ما بعيد إنه فلسطين يهزم الأردن، لأن فلسطين حتى كورته مع المنتخب السعودي قدم كورة كبيرة جداً وكان متفوق يعني صراحة. المنتخب الأخضر السعودي هو اللي أدرك التعادل. فبنسبة كبيرة ممكن مباراة تتجه للتعادل، لو انتهى التعادل بيكون في الأخضر عنده فرصة إنه يهزم المغرب ويتأهل مع المنتخب. طيب المغرب. جميل جداً. حنواصل. برنامج كورتنا بعد فاصل قصير. مرحبا بكم مرة ثانية في برنامج كورتنا على فضائية السودان الآن 24. تحدثنا قبل الفاصل عن النتيجة المخيبة لمنتخبنا صغور الجيلان أمام المنتخب المصري بخماسية نظيفة، وتزيلنا الترتيب بدون نقاط وبدون أي هدف. تحدثنا عن حسرة الجمهور السوداني هناك في دوحة العرب. تحدثنا عن مآلات الفريق والوضع الحاصل والفوضى الإدارية في المصاحبة لبعثة السودان. ثم تحدثنا عن المجموعة الأخضر السعودي وحظوظه الحظوظ الفرق القائمة في الصعود للمرحلة القادمة. المغرب أسود الأطلسي ضمن التأهل، المغرب تبقى الثلاثة فرق يتصارعون على المقعد الثاني، لبنان الأردن عفوا ليس الأردن وفلسطين والسعودية. طيب أنا دار أطوي ملف مونديال العرب ومدسر، وننتقل مباشرة لمنشطنا هنا في المملكة العربية السعودية، تحديدا الرابط الرياضي للسودانيين بالخارج بين ظفرين الصالحية. تجرى هذه الأيام طبعا بطولة الوفاء، رحم الله الراحلين الذين انتقلوا إلى من بيننا كانوا معنا وانتقلوا الآخرة، نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات الفردوس.
جمعة لعبت مباراتان مباراتين مهمتين. المباراة الأولى جمعت وتحبوبة والبشائر، مباراة انتهت تعادلية، ومباراة ثانية جمعت الحفير والخرطوم وانتهت بفوز الحفير بهدف واحد، هدف وحيد. طيب منتصر المباراة الأولى وتحبوبة اللي كان محتاج للفوز أكثر، والبشائر اللي جاء بدون ما لديه ما يخسره وقدم مباراة يعني كبيرة جدا جدا. نعم. طيب المباراة الأولى فريق وادي حبوبة وبشائر الشمال في المجموعة، وادي حبوبة كان دخل المباراة هو عنده فرصة للتأهل في حالة إنه يكسب فريق بشائر الشمال، لكن بشائر الشمال طبعا جاء مرتاح لأنه ما المباراة انتصر تعادل خسر ما خلاص أصلا خارج من المنافسة. لكن قدم مباراة كبيرة جدا. في الشوط الأول الفريقين كانوا متشابهين جدا في الأداء نوعا ما بنسبة أفضلية لبشائر الشمال. ليه؟ لأنه أنا شايف إنه أفضل العناصر في الفرقتين بتمثل في 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 الجانب الهجومي الأيسر. يعني بشائر الشمال كان بلعب أحمد ميسي وعنده اللاعب رقم وتحبوبة أحمد ميسي وعنده اللاعب رقم 17 وعنده اللاعب رقم 16 أنا ما أعتقد عمر اللاعب المحور قصدك لاعب المحور في 18 كان لاعب مميز لكن طلع بالاصابه. عنده كان لاعب رقم 7 طبعا ده رقم 7 وتحبوبة عنده يملك لاعب رقم 7 كان مميز جدا. عندك بشائر الشمال قدم مباراه كبيره جدا ومن بدايه المباراه انا حتى كان في اخوه معانا في الجهاز ان انا وريتهم قالوا المباراه دي لو استمرت كده لو ما انه مدرب وتحببه لو ما فطن خطورة الفريق من الجهة اليسرى وكان مفترض أنه عنده لاعب مميز جدا كان رقم 17 فريق وتحببه هو من الخطأ أنه كان بيلعب خلف الجهة الأقوى. مفترض أنه كان هو يقوي الصائد الأيمن أساس أنه يهد من خطورة فريق بشائر الشمال لأنه في الشوط الأول سنح عدد من الفرص من الجهة اليسرى وضاعت بالتسرع والشفقة. فقلت أنا قلت الأمر ده لو استمر بنفس الصورة هينتج هدف وفعلا دخل الشوط الثاني بنفس الصورة أحرزوا الهدف الأول فريق بشائر الشمال. ولولا تألق اللاعب رقم 4 المميز جدا في فريق وادي حبوبة صراحة اللاعب عنده مستقبل كبير وأنا تكلمت معه بعد المباراة أساس أنه لو بدأ يشتغل على نفسه ويشتغل على جسمه وشاهد مباريات الكبيرة اللاعب عنده مستقبل كبير صراحة كان يتحمل المباراة بمفرده وقدم مباراة بطولية كبيرة جدا. تتكلم عن المدافع. المدافع رقم 4. نعم البراء نعم. البراء لا ما أعتقد بتاعه حبوبة. نعم. فده يتحمل عبء المباراة وأنقذ فريقه من أهداف كثيرة جدا صراحة برضو من الخلف كان الحارس مميز. حارس نعم. محمد فلتر نعم. نعم فلتر كان مميز. خلاف ذلك فريق حبوبة ما عمل لمعالجة الخلل الموجود في الشوط الأول وجا خش المباراة بذات. فما ميز الفريق بشائر انه بيملك عناصر ممتازه جدا اللاعب 17 شابه ممتازه جدا ولعيبه الخبره موجوده في وادي حبوبه لكن عامل السن ويمكن ربما انه البطء شويه مؤثر في التيم. فديل عندهم شباب مميزين جدا حتى اللاعب رقم 6 اللي خرج مصاب قدم مباراه رائعه جدا برضه لاعب امكانياته عاليه جدا. فمباراه كان فنياته المباراة كان بالمناسبة كان أقرب البشائر أنه يكسب المباراة انتهت بالتعادل. مباراة جميلة. نعم. الفاضل دائما نشاط المهجر السوداني بيكون نشاط فيه إثارة ومتعة وتشجيع وجمهور تفاصيلنا بتاع الكرة كلها نقولها هنا معانا في الرياض. أنت من واقع أنك تابعت بعض المباريات في البطولة دي كده دينا انطباعاتك ورأيك؟ والله طبعا أنا من زمان أنا معجب بالربط الصالحية من أيام رئيس عبد العال رحمة الله علينا رحمة ربنا يرحمه ويحسن له. فهم ناس منظمين ومرتبين يعني حتى يوروك انه فعلا بيأدوا رسالتهم في المهجر بصورة جيدة جدا جدا. ابتدوا النشاط وحتى متفاعلين مع الوطن وايام الاحداث وقفوا النشاط ورجعوا تاني. الرابطة الرياضية للسودانيين بالخارج الشرعية أو زي ما بقولوا اللي تمثل السفارة إلى الآن نشاطهم ما تحرك ولا حتى يمكن ما عملوا المجلس الجديدة وهم في اتجاههم عن الانتخابات يعني. طبعا هم ما شرعية يعني معنى الشرعية أنت لما تطلق عليهم لقب شرعية
هي طبعا في صراع بتاع روابط، لكن احنا طبعا وطبعا الرابطة الكبيرة طبعا الأكبر والأكثر تماسكا وتنظيما طبعا الصالحية، يعني ما دار اثنين ثلاثة ايوه، لكن اللي بتمثل الحكومة أو جهة السفارة النظام نعم ما تسمى بالرابطة الرياضية للسودانيين العاملين بالخارج، نعم دي واجهة السفارة أو واجهة الحكومة، دي نفسها انقسمت نفر لحتتين رابطتين نعم هاي. ف الأكثر ناس منظمين ومستغرين وماشيين صح وكويس هم الصالحية، وأنا من المنبر ده برضه بدعوم الثلاثة هنا وتوحدوا عشان نعكسوا الحاجة الكويسة للبلد في النهاية. والله رسالة كويسة في النهاية مبارك. أيوة نحن ليه ما نتوحد؟ ليه نكون شداد ومعتصم؟ المريخ سدكال وحازم ما ما بنخلص أيوة يعني نحن في النهاية لما تجي للتارجت أو للمين إيشو بتاعنا إذا كان الصالحية ولا التجديد والإصلاح، المهندس يوسف والمهندس يوسف الخضر أو محمد أسا، في النهاية التارجت أول من يشوف تاعهم خدمة البلد عبر الرياضة. أنت كأنك ذكرت في بداية كلامك أنه كانت واجهة سياسية لحكومة يعني مش وليست أنا حسب كلامك يعني أيوة أنهم كانوا واجهة للحكومة، ولكن الرياضة حقيقة اللي فيها كرة قدم رسمية وتلعب عشان كرة القدم في منظومتها وبشغل مرتب ولجان ومدسر محللنا في برنامج أيوة كرتنا هو عضو لجنة التدريب معروف رئيس طيب قبل رئيس لجنة التدريب حاليا قبل ما تبقى الصالحية كانوا شنو؟ مش كانت رابطة واحدة؟ رابطة الموحدة نعم مش كانت واحدة؟ نعم. قبل الصالحية؟ أكيد نعم قبل الصالحية مش كانت واحدة؟ ليه ما نرجع ثاني نحن واحدة؟ والله هي رسالة طيب يعني أنا لماذا؟ أنا بقول شنو؟ إنه الليلة أنا كواجهة رياضية أو اجتماعية بمثل بلد السودان عبر الغلوات الرسمية هنا السفارة السودانية كويس، كان تكتل أو تنظيم يسمى الرابطة الرياضية للسودانيين بالخارج، جيت انقسمنا لصالحية وديل وداني ديل برضو انقسموا لاثنين، فليه ما نرجع تاني مرة واحدة ونستقطب؟ يعني احنا في رياضيين سابقين او لعيبه قدام لاعبين في الرياض ما شويه يعني لو توحدنا نقدر حتى ندعم الاكاديميه الوحيده الجميله والمشرقه للسودان امل السودان، وللاسف برضه انا سمعت ان حتى هم انقسم هم نفسهم انقسم يا اخي ما منقسم شنو يا ما منقسم في السودان شنو عشان الرياضه ما تنقسم. طيب دقيقه انا برجع عليك مدسر، مباراه ثانيه لعبت يوم الجمعة، مباراة كانت بين الحفير اللي ضمنت الصدارة والتأهل بالعلامة الكاملة، المدرب أشرف الشريف لعب مباراة كبيرة أمام مدربين محمد ماهر ومصباح، واستطاعوا أن يسجلوا الفوز بهدف دون مقابل. نعم المباراة دي بالمناسبة مقارنة المباراة اللي فاتت كان بالنسبة فنية بمستوى الفني كان أعلى شوية صراحة، قيمة الفريقين متأهلين ويستحقوا صراحة لأنه كعبهم عالي، وده يعني من أدائهم في المباراة وقفة اللاعبين وفي الشغل الفني ظاهر فيه، مع احترامنا لكل الزملاء الفنيين المدربين، لكن طبعا الشريف معروف مدرب أشرف الشريف أشرف الشريف كان طبعا مدرب في الدوري الممتاز، لكن عنده عناصر طيبة جدا فريق الحفير، ومن وراءه بحيي برضو الدكتور خالد، ففريق منظم فريق محترم صراحة قدم مباراة كبيرة جدا، يعني من بداية المباراة يعني شكل التيمين كان وقفتهم في الملعب ومن المستوى الفني كان مرتفع نوعا ما مقارنة بالمباراة الأولى صراحة. المباراة الأولى أنا بعزيه لأنه طبعا فريق جاي يكسب ما بفتش للأداء، يعني ده الكابتن نجم الدين أبو حشيش من حقه يعني هو داير يكسب كان لأنه كان عنده فرصة التأهل يمكن ده، لكن الفريقين جدا في المباراة والشيل بيخلي المباراتين لأنه الفريقين يجوا يقدموا مباراة سلسة مباراة رائعة مقارنة بالمباراة اللي فاتت، كمان لأنه الفريقين أصلا ضامنين التأهل، فلذلك أنا ما أعتقد أنه الفريقين قدموا مباراة، وحتى الندية كانت ظاهرة النتيجة 1-0 يعني كان نتيجة يعني وليست نتيجة عريضة ما في نتيجة عريضة دلالة على أنه الفريقين يستحقوا أنه التأهل. طيب التوفيق دار أسألك سؤال، هل ظهرت أنت تابعت البطولة دي عن قرب؟ نعم. هل هناك فريق ترشحه اللقب من واقع الأربع فروق الصاعدة حاليا في دور الأربعة؟ نجوم كرمة، الحفير، الخرطوم وواحد كوس. نعم في طبعا نجوم كرمة والحفير والخرطوم وواحد كوس الربع الأربعة هم اللي صعدوا هم اللي صعدوا نعم
في ظل تواجد الاضافات يمكن فريق يفاجئك بلاعب ولا لاعبين الصلاحيه دي ما مضمونه لانه هسه حاليا فريق وتحببه صراحه الصدر تحسن كثير جدا هم عندهم هنا بلوائح البطوله بتسمح لهم نعم يضيف لعيبه ثانيه يعني يسمح لك انك ممكن تشطب 17 لاعب وتسجل 17 يعني هسه يعني ممكن افاجئك بفريق ثاني ثاني تماما يعني هسه انا فريق وتحببه لما سجل لو سجل من المحترفين وعنده كمان عمل توازن على اليمين شكله بيختلف تمام فبالتالي انك نفس الصور لكن صراحه شايف الحفير بيقدم كوره حلوه كبيره طيب كذا عشان نتكلم بشكل مفصل انا يمكن ارشح احتمال كبير على الورق ربما نجوم كرمه والحفير يكونوا في النهايه طيب انا دار اسالك بشكل مباراتنا المباراه الجايه مبارياتنا الجايه يوم الاربعاء الحفير المباراه الاولى مع واحد كوسي صدام قوي مباراه كبيره جدا جدا وفريقين مضججين متجية فريقين جدا بالذات النجوم حق كوستي قدم أضاف نجوم بالمناسبة أضاف تيمو في كشفه لعيبة على مستوى عالي جدا كوستي واحد كوستي مستوى اختلف من المباريات اللي فاتت فبقى من بصراحة ممكن يكون حصان أسود لكن مباراة بيكون قوية جدا بين الحفير الحفير ممكن ربما يكون كلمته أعلى شوية لأنه بخبرة تجاربه وكان هو حامل اللقب لا ما أعتقد كان الحفير اخر بطوله الوفاء اتوقع نعم شخصيا ما استحضر هو الحفير نعم فعشان كده ربما لكن الاضافات اللي عمله واحد كوستي ميز التيم صراحه انا اخر مره لما شفته انبهرت صراحه قدم واحد كوستي مباراه كبيره جدا حتى المباراه اللي هو تعادل ولا خسر فيه وكان اداؤه رائع جدا لكن انا اتوقع انه في ظل الحفير وكوستي ونجوم كرمة والخرطوم ربما يكون النهائي الحفير ونجوم كرمة يعني انت بتستبعد كوست يعني كوست احتمال كده بالزعل والدسكة والله دسكة حبيبي انا غايته انا طيب انا بالنسبه لي انا ما يعني ما تابعت الصالحيه شديد رغم انه تحياتنا للباشمهندس منعم والتجاني عمر نعم من عمر التجاني اخطاب الصالحيه وهم يعني الشعله المضيئه في الصالحيه لكن قدر المباريات البسيطه اللي شفتها اختلف مع مدثر انا ارشح في النهايه شفت الفريقين واحد كوستي ونجوم كرمه نعم مع عدم الاخذ في الاعتبار الاضافات يعني فاجاتونا بيدي يعني ممكن الليله الحفير يجيب فريق جديد خالص نعم ممكن ايوه لكن على حسب الغراءات القديمه اللي شفناها واحد كوستي ونجوم كرمه نجوم كرمه في النهايه ايوه طيب انتم استبعدتوا الخرطوم فريق منظم ما جدا جدا ولاعب مباراه قويه مع نجوم كرمه صراحه الخرطوم والله حتى المباراه اللي فاتت اللي قبل ده برضه قدم مباراه كبيره جدا لكن من الفرق اللي ما محظوظه صراحه نعم حتى مباراته مع الحفير كان على مستوى يعني فعلا انا ما اعرف ليه بنسب الحاجه دي تاريخيا يعني من والله محظوظ والله من الثمانينات مميزه جدا كانوا بيتمرنوا معاه وانا اتذكر كثير مره كان بيتمرنوا في العيير بتاع شارع الضباب مشجع مفروش العييري نعم في الثمانينات كان جلال كباتب يدربهم انا برضه نفس الشيء ما غير يعني قدموا كوره حلوه صراحه اذا فريق عريق وقديم وحس في منظومه وفي شغل مرتب بقياده اخونا الرئيس عمر عبد الرحيم المونة واركان حربه وماضي خليفه ودكتور حسين برضو الكلام اللي احنا قلنا يعني في 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 ناس اقوياء خلف هذا الفريق وفريق جاب انتدابات قويه في حراسه المرمى عنده احمد عبد الله الملقب بين قوسين الحبسي عندك شيليا ربما افضل يمكن مدافع على مستوى الحوار يمكن صح حاليا تعرف حتى لو ممكن لو الخرطوم برضه يعني رقم 10 برضه ممتاز انت تعرف يا اصعب نعم. الخرطوم في مره في زمن من الازمنه لعب معاه وكان بيسمح لك بيسموه لاعب اجنبي اللي هو غير سوداني يعني نعم من الجنسيات الاخرى نعم لعب او السعوديين نفسهم السعوديين بالذات يعني لعب نعم. معهم عبد الله خازم كان بيلعب في الرايد حسين هادي بتاع النصر لعبوا في الخرطوم بالتاكيد في لعيبه كثار مره عطيف برضه عبد العطيف عطيف لعيبه التاريخيين اللي لعبوا في فريق لعبوا في الخرطوم لعب في الخرطوم ده عطيف برضه وحتى بعد ما بالمناسبه خلى الكوره عبد العطيف رجع جاب الصب وقع في الخرطوم فالصوره انتشرت في الوسائط وطلع قرار رسمي انه ما يمشي باعتبار انه كان لاعب منتخب المهم يعني في النهايه حصلت اشكاليه بسيطه لكن جاء عندنا في دار الرابطه السودانيه يعني فعلا انت ذكرت نقطه مهمه اللي هي انه الخرطوم يعني الناس استبعدنا لكن
كلام مدسر افتكر واقع غير محظوظ، مع انه فريق تاريخي وعريق وحتى اللعيبه اللي لعبوا فيه ما كانت سهله يعني. طيب جميل، لاعبين ترشحهم انهم يمكن يلعبوا في اماكن اعلى من الحواري او روابط السودانيه ويمكن يلعبوا فرق يعني كبيره زي مثلا في الرابطه زي مين المدسر؟ والله شوف عدد كبير في مواهب والله صراحه، الواحد المفروض نحن ما انا اناشد الغامير بامر الفرق بصراحه يعني، في عناصر في نواه ممتازه جدا يعني ممكن يكونوا مستقبل الكره السودانيه صراحه، لانه الرابطه دي خرجت لعيبه مش للمنتخب السوداني، لمنتخبات عربيه يعني. انت عندك المنتخب الاماراتي عموري برضو من اللعيبه اللي مروا عبر تاريخ الرابطه الرياضيه السودانيه، الرابطه الصالحيه، الصالحيه فردت لاعبين في الدوريات تحت قطر، فليه نحن ما نستفيد؟ منيب مش؟ ايوه عدد من اللاعبين، انا بذكر كميه كبيره جدا من الصالحين حتى حاليا في الدوري السعودي، المهاجم بتاع نجوم كرمه برضه هارون كمارا، هارون كمارا برضه مر عبر فريق عبر الرابطه الصالحيه. لا نحن لو نحن فتحنا رسالتنا انه نحن الرابطه دي ايش يعني، نحن نقدم نواه ويريد يكون في كشيفين ونوصلها للسودان، لانه في مواهب صراحه يعني. انت عندك في لاعب صراحه لاعب رقم في 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 نجوم كرمه في اكثر من لاعب، في الحفير في اكثر من لاعب، في في البشائر، البشائر ده مناسب فيه لعيبه مميزين جدا، بس ما عارفه هل وطني ولا رغم انت ست اللاعب الصغير ده بالذات، لانه انا دائما بركز على اللاعب اعماره صغير اللي هو في وين في رقم كم وين تتكلم، رقم ستة كان نزل الشوط الثاني واصاب وطلع، لاعب مميز جدا رقم ستة في بشائر الشمال، بشائر الشمال قال لك وطني ولا بس ما عارف انا وطني ولا، نستعين بعلي خليل عشان يدينا اسم اللاعب. لاعب في عدد من اللاعبين، وباردين برضه برال، برال برضه تكلمت عن برال ده مثلا، شوف اللاعب يشتغل على نفسه ويقلل السهر، انت شوف اللاعب لازم يكون طموحه ما يلعب الدوره بتاعت الصالحيه ويمشي يسهر ويفند المباريات، لا الواحد يكون طموحه عالي يعمل برنامج لنفسه يسقط الصحافه الغاصره بتاعتنا. نعم بعد كده صراحه حتى لما انا طبعا برضو قبل ما العب في رابطه الصالحيه انا لعبت في الرابطه بتاعه جده، زاملت كابتن سعيد السعودي، كان معنا فيصل هارون كابتن المريخ في نفس التيم، سعيد السعودي احد الذين عبروا فريق نجوم كرمه، نعم كان كابتن فريق اللهم صل على النبي الحبيب، اشهر فريقين غادي في الغربيه جده النيلين والهدى، الهدى انا كنت في الوحده بعدين معنا كان فيصل هارون لاعب المريخ برضه، كان كابتن فيصل هارون نجسه ونمشسه، ف برضه من هناك عدد كبير من اللاعبين وصلوا الى المريخ، وفي عدد كبير من اللاعبين مجد صديق نجم الكره القطريه لعب بنفس الرابطه بتاعتنا، ماجد محمد نجم الكره القطريه لاعب السد القطري، ديل كلهم لعبوا معنا في رابطه جده. عشان كده انا بقول لك احنا اللعيبه اتمنى انه من الغايمين بامر الفرق في الصالحيه، انا لاعب تحديدا دار اشير للاعب بامكانيات ايهاب سيد احمد هوبا الملقب بهوبا، لا ايهاب مميز، ايهاب هل ترى انه اللاعب ده ممكن يكون مؤهل اذا لقى وكيل لاعبين يلعب في الدرجات السعوديه؟ يلعب بالذات المواليد عندهم فرصه يلعب في الدرجه الاولى. نعم فعندنا برضه الاخ الجميل ابو خالد وليد ابراهيم، ممكن برضه من الناس اللي هو قريب من نادي الرياض يعني، ومن الرياضيين الموجودين هنا، فنحن نتمنى انه يكون في عدد من العناصر يعني، حتى العربي برضه بس كان من الرابطه الحسب لعب معانا هنا، وكلهم دي لعبوا في الدوريات السودانيه. انا اقول لك انا الرابطه كابتن حمد كمال كابتن الهلال والمنتخب جا كان شاهد مباراه في جده، كان بتذكر واذكر وكان معه عبد الباقي الطاهر وباكومبا لعيبه النجوم الكره السودانيه سابقا، فاشادوا بالرابطه واشادوا بالنجوم الموجودين يعني، لدرجه انه خالد قهوه جلاب الاهلي كان بيجي يعني كان بيشاهد الانديه الرابطه السودانيه بالمناسبه بصوب بشغف وكان معجب جدا بعدد من فعشان كده اتمنى انه العناصر نحن نستفيد من الرابطه من الدوريات دي والناس تفرغ حتى، بس انا بركز ليه؟ بركز على دائما في المراحل السنيه، ما في لعيبه مميزين جدا لكن اعمارهم كبيره فده انا ما لا نحن في النهايه حتى اناشد الغامين بامر الكره في السودان انه الناس تركز دائما على عناصر الشباب، يا جماعه قصه الخبره نعم مطلوبه، الخبره ليه قالوا خبره؟ ليه في اي حاجه يقول لك الخبره مطلوبه؟ لانه هو بيكون مره بالتجارب عبر سنين طويله ومبارياته الكثيره اللعيبه
مشان نعم. يستفيد به الفريق وزملاء، لكن انت لما تكون الخبره ما اثر فيك، ما يضيف لك شيء، ما في فائده منه. بالتاكيد لعيبه بامكانيات يزن البدري، يزن لاعب الحفير اليافع الصغير يمكن واحد من المميزين جدا، عندك ملهم في البشائر، البشائر فريق بالمناسبه يضج بمواهب صغار جداً السن جدا. نعم جداً. عندك في نجوم كرمة الصغار امجد فرح اللي بيلعب سنتر مع بخاري في نادي الشباب، عندك محمد ابا يزيد، عندك مودي، والله لعيبه صغار في السن، عندك في ملهم كلام في كوستي، عندك لعيبه صغار في السن ايضا اسمه مين المازن، مازن اتوقع اللاعب اللي بيلعب. نعم نحن هسه حاليا انا بقترح ان شاء الله في مع الاخوان في لجنه التدريب بصفتك رئيس لجنه التدريب في الرابطه بنختار انه نحاول يحصروا لنا عدد من المواهب الموجودين. نعم كويس، نحصرهم باساميهم واسامي فرقهم واعمارهم السنيه عشان نبدا الناس تشتغل معنا اول معنويا وبعد ذاك شغل يكون مؤسس. والله هذا شغل جميل يا مستر، انا اتمنى انك تتبنى المبادره دي يعني شغل تسويق يعني. نعم ان شاء الله، اول حاجه نفسيا يهيئوا اللعيبه نفسهم، عشان ما فينا في بعض اللعيبه بيفتكروا انه بس مسجل الفريق يجي يلعب الرابطه ويمشي. يعني هو ما يعرف موهبته، في المواهب دي ما دايره رعايه، دايره الكره الغام صار صناعه يعني صراحه. بعدين الواحد يقدر يحصل العناصر، بالذات العناصر الشابه زي ما انا قلت لك الفئات السنيه دي مهمه جدا يعني. ممكن الواحد يربطها مع اتحاد الكره في السودان. بالتاكيد طبعا حنمشي لقدام ونطوي صفحه الرياضه هنا في المهجر، رياضتنا السودانيه هنا في هذه البلاد الطيبه المملكه العربيه السعوديه التي افرضت لنا مساحات واسعه لنعضد فيها عمق العلاقات السودانيه السعوديه ونمارس نشاطنا بكل اريحيه. هذا البلاد الطيبة لها التحية ملكا وشعبا وكل المسؤولين فيها. طيب أنا داري أمشي لقدام وتحديدا نأخذ نقطة لرياضتنا في المهجر ونمشي طوالي المناطق الباردة، هناك الدوري الإنجليزي يعني من كورتنا المحلية داري أمشي ليه؟ عاصمة الضباب. عاصمة الضباب، هناك الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. نعم الفاضل. نعم الدوري الإنجليزي والجولة 15. نعم الأسود الثلاثة. نعم هو سيريلانس. سيريلانس الآن الجولة 15. نعم ما عدا توتنهام والأرسنال، أرسنال حيلعب بكرة، توتنهام عنده مباراة مؤجلة أصلا من زمان. فبنهاية الجولة الخامسة اللي هي لسه ما انتهت يعني الليلة كان في مانشستر فازت واحد، أربع مباريات ليدز يونايتد وبرادفورد تعادل 2-2، مانشستر يونايتد وكريستال بالاس 1-0 لمانشستر يونايتد، توتنهام هزم نورويتش سيتي 3-0، واستون فيلا وليستر سيتي تعادل. نعم. السيتي ما زال مصدر 35 نقطة، الليفر 34، تشيلسي 33، ويست هام يونايتد 27، الأرسنال قبل مباراة بكرة 23، وتوتنهام قبل مباراة اليوم كان 22 وبعد المباراة حيعمل 25. وفي ظل ترشيح الأرسنال إنه يفوز على إيفرتون حيكون الترتيب زي ما هو، الأرسنال حيصل ل 26، توتنهام حيكون 25، وست هام يونايتد حيكون 27. أهداف البطولة إلى الآن كابتن محمد صلاح المصري 13 هدف، أحسن دفاع هم تشيلسي والسيتي داخلين فيهم 9 أهداف، أحسن هجوم هجوم الهداف هجوم الليفر ب 44 هدف. بكرة عندنا مباراة وحيدة لإيفرتون والأرسنال، والترشيحات كلها تصب في صالح الأرسنال رغم أنه يعني مباراة صعبة جدا، هي صعبة رغم أنها صعبة وفي معقل إيفرتون، لكن برضو في ظل السباق نحو الصدارة أو نحو الستة مراكز الأولى بتأهلك للعب الأوروبي، طبعا الأول والثاني والثالث والرابع بيلعب في أبطال أوروبا، الخامس بيلعب في الشامبيون ليج، والسادس بيلعب في الكونفرنس الجديدة دي. نعم ففي ظل انه الناس الانديه سعيه في انها تكون من ضمن السته الاوائل، رغم انه لسه يعني احنا يا دوب يمكن النص الدور الاول، لكن في النهايه نقاط تراكميه، فانت لو فرطتها هتلقى نفسك انك مطالب بانك تبذل مجهود اكبر عشان تقدر تحافظ وتمشي المناطق الدافعه. طيب مدثر، بالتاكيد الدوري الانجليزي من امتع واقوى الدوريات في العالم، إن لم يعني يكون الدوري الأقوى على مستوى العالم على الإطلاق. الجولة 15 صدارة سيتي، اليوم مانشستر فاز وصعد المركز السادس،
مواجهات مهمة قوية. أنا ذلك تقرأ لي في عام ملف الجولة 15 وتشوف لي الفريق الأكثر حظوظا باللغب مين. طيب الدوري الإنجليزي زي ما تفضلنا أنه طبعا من أمتع وأروع الدوريات على مستوى العالم صراحة. فأنا دائما كنت بقول مغالب بعض اللاعبين أقول لك اللاعب اللي بيقدر يبرز قدراته في الدوري الإنجليزي هو قادر أنه يكون مميز في أي دوري في العالم. يعني من كثرة النطاق. وبعدين فرق الدوري دائما بيكونوا يعني الدورة الوحيدة في العالم انه انت بتكون خمسه فرق منافسين في اللقب. يعني ممكن الخامس ذا يعني عايز تشوف تشيلسي مصدر البطوله من 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 زمن. تعادل واحد خلى المركز الثالث نعم على طول. يعني والفرق ما كبير 5-4-3-3 ده الدوري الانجليزي دائما بيكون الفرق من بين الاول والخامس ممكن يكون نقطتين او نقطه. انت عارف يشتركوا ثلاثه انديه ممكن يكونوا في النقاط مساويين نفس المركز. ايوه نقطه يعني تعادل ممكن يخليك الرابع. تعادل ممكن يخليك الفوز واحد ممكن يخليك انت من الخامس يقفز بك في الترتيب الاول. ده الدوري الانجليزي ومتعته واثارته. حاليا انا صراحه معجب جدا بفريق مانشستر سيتي بيقدم مباريات على مستوى عالي جدا جدا. يعني بعد ما كان في بدايه الدوري كان في نوع بعض من لا لكن خش مع طبعا ده كان شيء طبيعي لانه دائما الاسابيع الاولى ما بتديك القيمه الفنيه بتاعتك لا ان تخش فورمه المباريات. وده انطبق على فريق مانشستر سيتي الفريق الرائع جدا صراحه. وتشيلسي عودنا برضو عبر السنين انه بيكون مميز جدا دائما في الاسابيع الاولى لكن بعد الاضافه الفنيه هاي بالذات لما نجي اللفه الاخيره لا توخيل لما جه في الاداره الفنيه نعم لا توخيل طبعا ما في هنا فيها لكن طبعا هو مميز من افضل الانديه في العالم طبعا حتى توج باللقب انه افضل نادي في العالم يستحقها نادي بطل اوروبا بطل السوبر صح جميل. وحتى كسب اللقب من مانشستر سيتي اللي انا بتكلم عنه ده لانه افضل تاخذها افضل من يجيد تنظيم 4-3-3 في العالم ده وجهه نظر لانه عنده اختيارات لعيبه على يعني تشيلسي ده لما العناصر اللي عنده زادت العناصر مميزه جدا عناصر مميزه بالرغم انه في بعض المباريات كان بيكون في غيابات لكن هو رائع جدا صراحه. تشيلسي صراحه بعد اضافاته الكثيره اللي اتعملت على راسه لوكاكو والمجموعه ميزته بصورة رائعة جدا. يعني حاليا أرسنال برضو أرسنال العام ده مقارنة بالمواسم الفاتت بدأ يتوهج لأنه أرسنال من الأندية اللي كانت طبعا زي ما أنا ذكرت في بعض الحلقات بأنه هو محبوب الأفارغ لأنه أغلب المحترفين الأفارغ المميزين غالبيته لعبوا في الأرسنال عشان كده دائما بيكون جمهوره في أفريقيا كبير جدا الفريق الأرسنال. الأرسنال في الفترات الفاتت كان أداؤه ما عليك لكن حس حاليا بدأ يحقق انتصارات كويسة وبدأ يرجع يعيد اسمه إن شاء الله من جديد. أنا صراحة ممتع جدا مباراة رائعة زي ما قلنا مانشستر سيتي في الصدارة ب 35 نقطة. شوف الفارق بينه وبين ليفربول نقطة واحد ليفربول في المرتبة الثاني والثالث بيناتهم تشيلسي بنقطة. هذا الكلام لسه قلناه لما بديت أشوف يعني الأول والثاني والثالث نقطة بيناتهم. بعدين الدوري الانجليزي داير نفس طويل لانه عندك انت نعم. بتجري في كذا بطوله في نفس الوقت يعني حتى نعم. مورينيو شارك في بطوله اوروبا نعم يعني الدوري الانجليزي ده موضوع ثاني قال طيب. الزحمه بتاع المباريات انت لو ما عندك دكه قد زي الاساسي نعم. وما عندك نفس طويل صح ترهق تستهلك ترهق. طيب السؤال الاهم من كذا هل ظهرت ملامح بطل من الفرق الثلاث الفرق المقدمه تشيلسي مانشستر ليستر سيتي او مانشستر الفرق في مقدمه الترتيب نعم والله لغاية الاستماع ما في ملامح ظاهرة لكن هم الثلاثة بيستحقوا أنهم يكونوا بطل نعم. إذا كان تشيلسي والليفر أو السيتي اللي هم الثلاثة الأوائل الآن اللي هو حتى تشيلسي كان أول ومشى ثالث وبتبادل في المر في الكراسي قاعدين نعم ثلاثة فرق متماسكة يعني. أيوة الأقوى حاليا لغاية السبب تؤدي أداء ثابت وماشيين الثلاثة نحو اللغب يعني حنشهد منافسة محتدة جدا اللي قدام يعني. طيب جميل مدثر بالأمس مباراة قوية في الدوري الإيطالي ذئاب روما وإنتر ميلان مباراة الإنتر أكد علو كعبه وهزموا أبناء مورينهو في عقر دارهم في الأولمبي نعم في أرض وسط جمهور نعم إنتر ميلان صراحة بيقدم مباريات كبيرة جدا وظهر اسمه الكبير روما للأسف الشديد في تراجع كبير بغيادة مورينيو وعلى ملعبه في رومانيا الأولمبيكو كانت جولة 16 نعم. قدر يكسب المباراة بثلاثة أحرزهم كان هاكان
وإيريم وديموركسن في خلال 40 دقيقة من الشوط الأول بس حسم المباراة. يعني بالمناسبة أنتر ميلان رجع يعني بيقدم مباريات رائعة ممتعة بصورة ما عادية. من الشوط الأول هو عمل اللي هو عايزه, قدر يكسب المباراة. أنت عارف بعد مناسبة في 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 موسم الموسم الحالي أحرز 18 هدف في خارج قواعده على التوالي. نعم مسيرة مميزة. نعم ده نافس به نفسه, هو نافس بنفسه الإنجاز حقه كان عمل في 950 لا ما أعتقد 50. نعم نفس الإنجاز لأنه ده لا بالمناسبة في السابق كان أنتر ميلان وميلان توقع موسم 51 لما حقق 50 ولا 51 لا ما أعتقد 50 لا ما أعتقد لا 50 نعم 1950 كرر نفس الإنجاز نافس بنفسه. يعني أنت بتحرز 18 في 18 جولة, انت يعني تحرز في 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 خصمك. بعدين بالمناسبه ان انت من 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 الفرق اللي لو قدر تكفيل الدور الايطالي بصوره عامه معروفه بقوه الدفاع, والانتر هو المميز في الشغل هذا. نعم بالنسبه لكاتيناتشو. نعم نعم. فبالتالي انتر ميلان, عوده انتر ميلان وميلان وده بدون الذكريات الجميله ما يعني للكره الايطاليه. في السابق كان من اقوى الانديه اللي هي كان في العالم هو الدوري الايطالي, نجوم العالم كلهم كانوا بيلعبوا في ايطاليا قبل ما يمشوا الدوري الاسباني. بالتاكيد. نعم حتى يعني يوفنتوس مروا كل العمالقه, زيدان رونالدو زيدان وحتى مارادونا وناس كل الناس لعبوا مارادونا ايقونه نابولي. نعم نابولي كلهم لعبوا في الدوري الايطالي. الدوري الايطالي ده يعني من الدوريات العريقه جدا, فبدا يستعيد اراضيه وتعال من جديد. فهي كره الايطاليين كره ممتعه جدا, ولكن وان كان منتخب نوعا ما لكن في الملحق الاوروبي. نعم عانى معاناه, لكن صراحه الدوري الايطالي بدا الانديه الكبيره لو عادت عافية الكرة في العالم على مستوى العالم مش في أوروبا. لأنه نحن الواحد عشان شفت يعني صراحة نحن تستغنى صراحة الواحد نكون عاطفيين ما أندية مسميات معينة قمنا بها وشفناها. فده لما نكون في ميلان انتر ميلان يوفنتوس روما الفاضل. طيب جميل برجع عليك الفاضل القمة روما وانتر ميلان. وطبعا نبدأ من حيث انتهيته يعني الأساطير اللي لعبت في إيطاليا. اللي دريت إنه نابولي سموا الملعب بتاعهم دييغو أرماندو مارادونا. الميلان كان من أكثر الفرق تتويجاً بطولات الغارية في وقت من الأوقات, إلى أن تفوق عليه ريال الأهلي المصري ريال مدريد. أول الأهلي المصري بعدين ريال مدريد. ريال مدريد نعم. فإذا جينا في الدوري الإيطالي والكالشيو الآن في الأسبوع 16 كلهم لاعبين 16 مباراة الستة الأوائل اللي بيمثلوا في الدوريات الأوروبية ما عدا اليوفي لاعب 15 وحيلعب بكرة مع جنوة. مباراة تعتبر بالنسبة له سهلة, جنوة في المركز 18 بعشر نقاط. نعم اليوفي مرشح أنه ينتصر فيها, بينتقل من السادس للخامس, وروما حتنزل من الخامس للسادس. يوفنتوس حاسي في المركز السابع حاليا. لا في السادس يوفنتوس في المركز السابع ب 24 نقطة. روما فرونتينا صعدت, روما برضو فرونتينا غلبت بولونيا ولا نعم فرونتينا زين كده فرونتينا جات لكن فوق. طيب فرونتينا ب برضو 15 مباراة ولا 16؟ فرونتينا من 16 مباراة ب 27 يعني. نعم ايوه ما هو المفروض تكون لاعب الآن مع مع بولونيا. بولونيا نعم. فعندك الميلان مصدر ب 38 نقطة برضه نفس الشيء, الفروقات ما كبيرة. والإنتر 37 ونابولي 36 وأتلانتا 34. ده الأربع اللوائل بيلعبوا في أبطال أوروبا. زي ما تفضلت مباراة أمس الميلان وسارينيا سارسيات ده طلعت 2-0, روما والإنتر 3-0, نابولي خسر في ملعبه من أتلانتا 3-2. لا روما والإنتر طبعا روما يعني بعد بوجود مورينو في رغم في التدريب في فريق روما وروما الذئاب معروفين فريق شرس وفريق بيقدم عروض جميلة جدا جدا. الناس كانت تتوقع أن مورينو يقدم إضافة جديدة لروما, ففي وجودنا بهزائم حتى بأرقام كبيرة 7-0 وستة مش كده ولا؟ نعم فعلا هزائم كانت ما تشبه روما. نعم أيوة كوتشينير يعني الواحد كان مستغرب فيها ما تعرف ليه يعني. فيجي يخسر برضه في الأولمبيكو في بين جمهوره ما
من الانتر 3-0، يعني ما تغلب الانتر، الانتر من الفرق الكبيره والقويه برضو في ايطاليا. انا كان في المركز الثاني، نعم. أيوة. والان في الثاني ب 37 نقطه. قلت بمدينه ميلان الثانيه اي سي ميلان في الصداره، الصدارة. ب 38 نقطه، يعني فرق نقطه. نعم، يعني مدسر عودة العافية للكرة الإيطالية، فعلا بدأت تظهر عودة قطبي مدينة ميلان الإيطالية، اي سي ميلان وإنتر ميلان. اليوفنتوس الفريق الذي فاز بتسع بطولات متتالية يقبع في المركز السادس، هل ممكن نستبعده هذا الموسم أيضا من التنافس؟ والله هو الفريق التاريخي للأسف الشديد، وأكثر الأندية فوزا بالألغاب، ولكن للأسف الشديد لفترة زمنية يعني مستواه ما زي اول، يعني لاعب اسمه صراحة زي ما بقول انا صراحة، لكن حاليا ميلان بيقدم مباريات كبيره جدا صراحه. رجع شويه استعد عافيته، رجع عافيته، وبعدين عوده ميلان برضه هو كان من عافيه الجمهور، بعدين الجمهور الايطالي نفسه غالبيتهم طبعا بيشجعوا الفريق ميلان بصوره ما عاديه يعني صراحه، فعودته هي عافيه الكره صراحه في ايطاليا. لكن فنتس طبعا صراحه لسه ترتيبه ما بيشبهه، لأنه نادي كبير، نادي عريق، ونادي من أكثر الأندية الفوضى بالألغاب يعني. عنده متتالية تساعية غريبة، يعني تسعة دوريات، 12 من أبطال الأندية العالمية كان. الميلان ليفربول، الميلان أخذ الدوري 2011، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 شالوا اليوم. الآن جاء كسر إنتر ميلان اخر بطوله واخذ منه البطوله الاخيره. طيب وبالنسبة احسن دفاع هو نابولي ب 12 هدف، واحسن هجوم هو الانتر 39 هدف، هداف البطوله لاعب فورنتينا هو دوشان، نعم دوشان ب 13 هدف، نعم فالويتش الصربي البوسني ب 13 هدف. طيب عندك حاجه ثانيه في الدوري الايطالي يا منتصر؟ لا نفس الشيء ما خلص الاحصاء. طيب لاعب بولندي ليفا، علامة بارزة في علامة كرة القدم بايرن ميونخ، هي سطوته في ماكينة بتاعة أهداف أي رياضة على مستوى العالم بتابع مباراة عالمية مدسر بيعرف أنه ليفاندوفسكي هذا مهاجم من طراز فريد، لكن يلعب في منتخب يعني ما قدروا هم عبر المنتخب عبر منظور على المنتخب يقدم الكثير، لكن مع فريقه مشى وقدم إنجازات وأصبح متوجا بجائزة أفضل مهاجم 2021. نعم. طيب الحديث لنجم بايرن ميونخ الألماني النجم البولندي الرائع روبرت ليفاندوفسكي صراحة حديث ذو شجوع، فنحن مش احنا عدد من وسائل الإعلام حتى ترشحوه انه يكون هو افضل لاعب في العالم، يستحقها صراحة. الجميل في فوزه صراحة اللي عجبني فيه انه يعني بعد ما نال الألقاب الفردية اللي فاز بهم يعني اشرك كل المنظومة في الجائزة تبعه، يعني قال انا الاهداف اللي انا احرزتها واللقب اللي انا فزت به والنجوميه اللي انا اخذتها على مستوى العالم والكره الذهبيه كله، قال الفضل بيرجع لزملائه اللاعبين، وقال بيرجع لكل المدربين اللي دربوه ولكل مجالس الاداره تعاملت معه، يعني لاعب نموذج صراحه، فلاعب قيمه فنيه كبيره جدا، هو يمثل بالمناسبه قوه وهو كبيره جدا في فريق بايرن ميونخ. انت زي ما ذكرت انه بس للاسف الشديد في المنتخب البولندي هو ما، لانه المنتخب البولندي ما فيه العدد اللي فيه من النجوم الموجودين في بايرن ميونخ، يعني صراحه هنا هو بيلقى معاونين كثيرين، وحتى على مستوى التدريب انا شفت في فريق بايرن ميونخ تدريبه والاجهزه الفنيه والاداريه، انا باحترام شديد للدوري البولندي طبعا ما بيكون، عشان كده انت بتشوفه بشكل مختلف مع بايرن ميونخ. وفي الدوري البولندي طبعا ما بتوهج بزياده التوهج، لانه هو النجم الأسطورة اللي في بولندا ويكون كل تركيز الخصوم عليه وهو. طيب جميل. نعم. الفاضل هذا النجم البولندي مهاجم لا يشق له غبار، ماكينة أهداف. نعم. هي للأسف الشديد يعني الفيفا في عليها ملاحظات، يعني حتى في التادي يعني ليفاندوفسكي الموسم السابق المفروض هو يكون أحسن لاعب في العالم لكنها حجبت، حتى حاليا كان في تسريبات انه هو احسن لاعب في العالم، وحتى كان في اعتراض من النقاد ومن المتابعين في انها تمشي لميسي، رغم انه ميسي من الاساطير الافزاز في كره القدم لا شغله غوار، يعني ما داير 2-3، لكن الفيفا عشان تقوم تعمل موازنات وترضيات فاستحدثوا
جهزة أحسن مهاجم عشان أو ما تسمى بجهاز جواز الترضية. جواز الترضية. وعملوها في 2018 لما برضو صلاح عم صلاح استبعد حتى من 20 نفر المنافسين برضو عملوا بوشكاش أحسن هدف الدولة صلاح إرضاء عشان ليه يعني عشان حتى اللغات بيتكلموا. هي طبعا حتى بحكاية أفضل لاعب في العالم هنا ليفاندوفسكي وكريستيانو اللي كانوا منافسين ونيمار المنافس وميسي يعني على المستوى الشخصي هم واجهتهم مشاكل هي اللي بعدتهم من انهم يواصلوا في المنافسة مع ميسي. إضافة إلى أنه حتى المعيار اللي بيشتغلوا به في اختيار أحسن لاعب عندهم المعايير المعروفة اللي بتختار فيها العشرة الأهداف والأسيست والألغاب المحلية والألغاب مع الفريق والألغاب مع المنتخب. بعد ما تختار ديل بعد ده بيبقى تصويت الإعلاميين والمدربين يعني التصويت ما بيحسم الجدل. لا المعايير اللي ما بتحسم التصويت اللي بيحسم التصويت عشان كده أنا بعتبرها ما ظالمة بتكون ظالمة لأنه أنت بتخش في الشورت ليست بالمعايير. طيب يعني بالمعايير دي الشورت ليست دي انا بعتبره كلهم افضل لاعب في العالم كلهم. بعد ذاك الشورت ليست دي بالتصويت يعني ممكن انا الليله انا معجب انا مصعب احسن من مدثر لكن مدثر اصلا مصعب وانا معجب بمصعب بدي صوتي له مصعب بكون ظلمت مدثر اللي هو فنيا احسن من مصعب. ف حكاية التصويت دي لازم برضو يشوفوا لها حل. ما بالتصويت كلها تمشي بالمعايير تمشي بالمعايير لغاية النهاية ما بالتصويت المعايير اللي هي طيب اللي هي المعايير بتقول لك عدد البطولات مع فريقك عدد البطولات مع منتخبك ألغابك الشخصية اللي هي من ضمنها هداف من ضمنها أحسن لاعب في مباراة كم مرة الأسيست عدد الأهداف حتى اللعب الفير بلاي اللعب النظيف كروتك الحمراء الصفراء دي كلها دي المعايير اللي بتدخلك في الشورت ليست. بعد ده بيجي التصويت. نعم يعني إذن أنت بتقول إن ليفاندوفسكي يستحق هذه الجائزة تماما. أنا في نظري أي زول أي لاعب دخل الشورت ليست هو يستحقها. طيب مدثر مهاجمين على مستوى العالم يهددون عرش ليفاندوفسكي إذا أخذنا في الاعتبار صلاح هالاند مبابي لا هالاند وصلاح ومهاجم ريال مدريد الشاب فينيسيوس مميزين جدا يعني صراحة. ولو قلنا بنزيمة وإن كان بنزيمة طبعا عمل سن لكن برضو بشكل مباريات قيمة فنية كبيرة جدا وقتها وحسم آخر مباراة يعني بخبرته الكبيرة وقدر يكسب ثلاثة نمر غاليات جدا لريال مدريد يعني. نعم ورجع للتوهج من جديد فمهاجمين لكن روبرت ليفاندوفسكي صراحة مهاجم أنا أتوقع إنه يعني لو استمر لأنه أشوف ولاقى برشلونة فازوا على 8 وحقق ثاني انتصار ثاني عليه وكان له دور كبير جدا في بعض المباريات بايرن ميونخ هو المتوهج الأول يعني صراحة ماكينة أهداف يعني ما شاء الله. بالتأكيد تماما بهذا الحديث الطيب عن المهاجم البولندي ليفاندوفسكي وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كورتنا على فضائية السودان الآن 24. تحية الحب والاحترام والتقدير والمحبة لكل الذين يتابعوني إلى هذه اللحظة. قبل أن أنقل هذه المعاني الجميلة لضيفي داخل الاستوديو الفاضل حسن شكرا جزيلا لك كنت ضيفا مميزا قدمت الإفادة والإضافة. شكرا لك يا أستاذ مصعب والشكر الجزيل لأخونا مدثر وعبركم أقدم رسالة للمنتخب السوداني بس لو سمحت لي دقيقة يعني مباراة اللي امبارح تمرن المنتخب تمرين صباحي في المرخية وبكرة هنتمرن بالمساء للمباراة فالشغيل جمال الشيل كابتن المنتخب يعني كل أفراد المنتخب وكل أفراد المنتخب السوداني بيعرفوا يلعبوا كورة ما دائرة اثنين ثلاثة بيعرف مهام الخانة شنو بيعرف يعني بجديات الكورة بيعرفوها فأي عشرة أنفار يختارهم المدرب يخطوا المباراة بتاعت لبنان دي موت وحياة موت أو حياة ويحاولوا يسعدوا القاعدة الجماهيرية ويحاولوا يرجعوا شوية من الاسم بتاع السودان ويعتبروها يعني مباراة
تحدي بالنسبة لهم. جميل جدا. لازم يا شغيل رسالة قوية الفاضل. يعني تقدموا ما يزعد الشعب السوداني. وعبرك برضو أشكر الكتب الدسير والكاست العامل كله أستاذ هشام وغايد الروح السفينة. شكرا جزيلا مدسر محمد علي المدرب واللاعب السابق والمحلل لبرنامج كورتنا، كنت ضيفا عزيزا. شكرا جزيلا مصعب لهذه الفرصة الطيبة، واشكر رائع جدا الفاضل، استمتعت معك صراحة، وان شاء الله تكون وفقنا. وعبرك التحية موصول لكل التيم العامل معك، وشكرا جزيلا. عبركم مرة أخرى لكل الذين يعملون في هذه القناة من أقل من يقدم فيهم مجهودا، وصولا إلى مخرجنا المميز هشام يوسف، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.